وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اعتبر أن التقلبات الحادة في تداولات عقود النفط إلى جانب نقص السيولة في سوق العقود الآجلة تفصل أسعار النفط عن أساسيات السوق، وقد يجبر ذلك تحالف أوبيك بلس على التحرك. أضاف الوزير في حوار مع بلومبرغ أن أسواق العقود الآجلة والأسواق الفعلية أصبحت متباعدة بشكل متزايد، وأن أسعار العقود الآجلة لا تعكس أساسيات العرض والطلب، وهو ما قد يتطلب من أوبيك بلس تشديد المعروض عندما يجتمع التحالف الشهر المقبل للنظر مرة أخرى في أهداف الإنتاج. أكد أيضا الوزير أن المجموعة أصبحت أكثر التزاما وأكثر مرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع التحديات، والتي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتته أوبيك بلس مراراً أثبتته وبوضوح خلال العامين الماضيين. أوبيك بلس ستبدأ قريباً العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام 2022 تكون أكثر فعالية. وحذر الوزير من أن هذا الوضع شديد الضرر على السوق، لأنه من دون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن يعكس واقعاً حقيقياً، ما يعطي إحساساً خاطئاً بالأمان رغم محدودية الطاقة الإنتاجية الاحتياطية وارتفاع مخاطر انقطاعات الإمدادات. تصريحات وزير النفط السعودي كان لها انعكاسا على الأسواق في ختام جلسة تداولات أمس. قلصت الأسعار من خسائرها ومن انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة، في ظل القلق بشأن التوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وإمكانية وصول النفط الإيراني إلى السوق في حال توصل طهران الاتفاق النووي مع واشنطن، إضافة لانخفاض الطلب من الصين. تنضم إلي الآن من بيرث فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس سنغافورة. فاندانا، أهلا وسهلا بك معنا. لابد وأن أسألك عن هذا التدخل الشفهي أو التدخل الكلامي من وزير النفط السعودي. برأيك هل يعني ما هو الغرض منه في هذا الوقت تحديدا؟ هل يتدخل الآن فعليا الوزير شفهيا، أكرر، من أجل وضع أرضية تحت أسعار النفط التي كانت بدأت تتراجع إلى مستويات دون 89؟ صباح الخير. أعتقد أن الأمر كان أكثر من مجرد تدخل كلامي. لو كان تدخلا كلاميا فهو نجح، لكن إلى أي مدى سيمتد أثر هذا التدخل من الصعب أن نحكم على هذا الأمر. بعد التعليقات الصادرة أمس كان الخام قبل الكلام يتراجع 4%، ورأينا صعودا فوريا، وكان هناك تراجع طفيف عند إغلاق التداولات. إذن التعليقات الصادرة كانت مفيدة لأسعار النفط يوم أمس، لكن أنا برأيي أن هناك رسالة أكبر وغاية أهم. حتى في السابق سمعنا وزير النفط السعودي ووزراء أوبك الآخرين يركزون على الفرق بين السوق العقود الآجلة وسوق النفط العيني، وهو كان يركز على التقلبات، وهذه التقلبات كانت مشكلة كبيرة، وخاصة مع شح السيولة في سوق العقود الآجلة. ومؤخرا تفاقمت الأزمة في فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وأنا برأيي أن تعليقاته يوم أمس ربما ساعدت في وضع قاع للأسعار كما تقولين، لكن المشكلة الأساسية التي كان يركز عليها لا أعتقد أن هذه المشكلة قابلة للحل من أي طرف برأيي. بعض التفسيرات التي تحدث بها هو كون أنه بات من المكلف جدا للتجار في على هذه البراميل، حتى نفرق ما بين البراميل والعقود، باتت التكلفة للتأمين أو للتحوط مرتفعة لدرجة أنها تخيف أو تبعد هؤلاء التجار. أليست الغرض من وجود وسطاء أو تجار في السوق هو أخذ هذه المخاطرة؟ أين هو العامل الذي يجعل هذه المخاطرة كبيرة بشكل أنه يرفضها حتى الوسيط؟
الأمر يرتبط بالسيولة، ما عدد العقود الآجلة المتداولة في أي يوم من الأيام أو في أي دقيقة من الدقائق، وما عدد المشاركين الموجودين في السوق، وهذان عاملان مرتبطان ارتباطا وثيقا. ولكي يكون هناك تأثير في سوق العقود الآجلة وأيضا ليكون هناك تحوط، وهذا جزء مهم لكي يستعملوا ذلك، لكي يستعملوا سوق العقود الآجلة، فإن هذه العقود يجب أن تعمل بطريقة كفوءة. وهذه كانت نقطة الوزير، عندما كان هناك شح في السيولة لم نكن أمام كفاءة في عمل أسواق العقود الآجلة ولم تكن متوافقة مع سوق النفط العيني. تحدث أيضا الوزير عن صياغة اتفاقية جديدة لما بعد العام 2022. إذا كنت يعني من باب التخمين أو استطلاع، ما تتوقعين أن تتضمن هذه الاتفاقية الجديدة؟ أو ما هي أبرز ملامحها؟ هذا ليس خبرا جديدا، هذا الأمر كان قد أشير إليه من السعودية وروسيا ودول أخرى في أعضاء أوبيك بلس. هم تحدثوا عن تحالف سيستمر إلى ما بعد هذا العام، إذن هذا ليس خبرا كبيرا جديدا، لكن الوزير كان يؤكد على أنه بسبب وجود هذا التحالف، وبما أن هذا التحالف سيستمر إلى العام المقبل، إذن هم لديهم السبل التي تسمح لهم بطرح كميات إضافية من النفط كمجموعة إذا دعت الحاجة، وأيضا يستطيعون خفض الإنتاج والإمدادات في السوق إذا أرادوا. هذه كانت النقطة الأساسية التي شدد عليها، والأسواق تفترض أن هذا التحالف سيستمر ويظل قائما. لكنه مرة أخرى يعود ويؤكد على محدودية الإنتاجية الاحتياطية لدى المنظمة ولدى التحالف. نعم، هذه رسالة مهمة، وللأسف أنا شخصيا برأيي أن هذه الرسالة يؤكد عليها وزراء أوبيك، ويقولون إن القدرة الاحتياطية الإنتاجية غير كافية، والعالم سيظل يعتمد على النفط والغاز، وليست هناك استثمارات كافية في هذا المجال، وكل الدول المستهلكة تعتمد على منتجي النفط في الشرق الأوسط، وهناك عدد قليل من هذه الدول التي لديها قدرة احتياطية إنتاجية وتستمر في الاستثمار، وبالتالي هذا لن يكون كافيا لتلبية الطلب العالمي. لا أعلم إلى أين تسير الأمور، ربما الوزير السعودي ووزراء أوبيك يستطيعون الاستمرار في التأكيد على ضعف الاستثمارات، وأن هذا الأمر أي الاستثمار يجب أن يحصل في جميع أنحاء العالم، ولا يجب أن يقتصر الأمر على مجموعة قليلة من دول أوبيك ودول الشرق الأوسط أن تواصل الاستثمار فيما لا يستثمر الآخرون. فندانا حاري، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.